this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people. وفي الشأن العراقي، بدأ في مطار بغداد الدولي الحفل الختامي لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، ويتخلله إنزال العلم الأمريكي ورفع العلم العراقي. ويجري الحفل بإشراف وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا، الذي وصل إلى بغداد لحضور مراسم انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من مركزها الرئيسي في العاصمة العراقية. وقد أخلت قوات الاحتلال الأمريكية عددا من قواعدها في العراق وسلمتها للسلطات العراقية، وقد احتفل مئات العراقيين في مدينة الفلوجة غرب بغداد أمس بمناسبة قرب اكتمال عملية انسحاب قوات الاحتلال. كما أخليت قاعدة الديوانية في محافظة القادسية جنوب بغداد، وتبقى للاحتلال قاعدتان، ومن المقرر أن يسحب آخر جندي منهما نهاية الشهر الحالي. قاعدة إيكو الواقعة في محافظة الديوانية جنوب العراق هي الثانية من بين خمس قواعد لقوات الاحتلال الأمريكي في العراق تسلمها قوات الاحتلال إلى القوات العراقية. جرت مراسم تسليم القاعدة رسميا بحضور ممثلين عن الحكومة العراقية وكبار الضباط والقادة بعد احتلال دام 8 سنوات. حقيقة بعد سلام القواعد اللي موجودة في عموم محافظات الفرات الأوسط، قطاعاتنا لله الحمد جاهزة للقيام بكل المهام. نستمد قوتنا من الله سبحانه وتعالى أولا، من شعبنا الصابر الأبي، من تعاون وزارة الداخلية والدفاع وجميع الدوائر الأمنية والاستخبارية. مضاف إلى هذا أنه قطاعاتنا الأمنية اكتسبت خبرة جدا عالية في مقارعة الإرهاب. ممثل رئيس الوزراء العراقي اعتبر عملية الانسحاب مفخرة لكل العراقيين، مؤكدا بأن انسحاب قوات الاحتلال يجري وفق الجدول الزمني المقرر. هذا اليوم هو يعني اليوم الفرحة الكبيرة، يعني أنت يوم تحرير بلدك، ماكو فالتعبير نقدر نقول عليه. هذا يوم سعيد، يوم فرح، يوم الكل شيء. يعني أنا وين ما نلتقي والشرف، هذا شرف للعراق أنه إحنا حررنا العراق. السلطات العراقية أكدت بالمناسبة استعداد قواتها لإدارة شؤون بلادهم، فيما أشاد قادة عسكريون عراقيون بالتطور الحاصل بالمنظومة العسكرية العراقية. الحمد لله الجيش جاي يخطو خطوات جيدة، واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتجهيز الجيش العراقي بأسلحة متطورة وذات كفاءة عالية. 8 سنوات ذاق العراقيون خلالها مر المعاناة وأشدها على يد قوات الاحتلال الأمريكية، وها هي الديوانية اليوم تنفض غبار الاحتلال عنها متوسمة بقادة الرأي العراقي رص الصف وتجذير الوحدة الوطنية لتفويت الفرصة على مخططات الاحتلال. من الديوانية علي السوراوي، العالم. ومن بغداد ينضم إلينا مراسلنا حيدر قاسم. أهلا بك حيدر، وما هي المهمة التي يطلع بها وزير الدفاع الأمريكي، وما هي أهمية تسليم المركز الرئيسي للاحتلال في بغداد؟ نعم، وزير الدفاع الأمريكي وصل إلى بغداد لحضور الاحتفالية التي تقيمها قوات الاحتلال هنا في بغداد في مطار بغداد الدولي. اليوم أنزل العلم الأمريكي لينهي حقبة دامت أكثر من 8 أعوام من الاحتلال، ليرفع بدل هذا العلم العراقي. أيضا اليوم العلم العراقي شاهدناه يرفع في كافة شوارع العاصمة بغداد باسم يوم الوفاء، واحتفالا بهذا اليوم الذي اعتبر بيوم انتزاع السيادة الوطنية من المحتل. أيضا حضر هذه الاحتفالية التي أقيمت في مطار بغداد الدولي عدد كبير من ضباط جيش الاحتلال، بالإضافة إلى يعني ضباط وعسكر من الجانب العراقي. حضر قائد قوات الاحتلال أوستن أيضا في هذا الاحتفال، وأكد على جملة من القضايا، من بينها أكد أن الاحتلال
يعني مجمل قتلى الاحتلال في العراق قد بلغ ما يقارب من 4500 جندي أمريكي قد قتل في العراق على مدى سنوات الاحتلال، بالإضافة إلى أن 30,000 هم عدد الجرحى. طبعا هذه الأرقام تبتعد كثيرا عن يعني الإحصائيات التي قرأناها في مواقع إخبارية ومواقع منظمات هنا في داخل العراق. طبعا هذه القاعدة هي القاعدة الرئيسية لقوات الاحتلال اليوم، تم تسليمها إلى الجانب العراقي. كل هذه الأمور تسير في ضمن الاتفاقية الأمنية المؤقتة الموقعة بين بغداد وواشنطن. في نهاية هذا الشهر سوف يتم خروج أو انسحاب آخر عسكري أمريكي من الأراضي العراقية، ليتم هناك احتفالية كبيرة أيضا في نهاية هذا الشهر التي سوف تعلن فيها قوات الاحتلال انسحابها الكامل بعتادها وعدتها من العراق، ليتسلم العراقيون من العسكر جميع هذه القواعد الأمريكية. نعم حيدر قاسم، رسيلنا في بغداد، شكرا جزيلا لك.